المهمة متاعنا تنتهي بتقديم هذا التصور، بتقديم التقرير. فمعناه لا يمكن أن تتحول الهيئة وكأنها نقابة أو كأنها هيئة مهنية أو هيئة غير حكومية تدافع عن حرية. نحن القانون النص المحدث الذي صدر في بداية مارس يطلب من الهيئة تقديم تصور ومقترحات وتوصيات لإصلاح الإعلام حسب ما هو معمول به في الدول الديمقراطية. الآن وقد مر أكثر من شهرين على تقديمنا تقديم التقرير العام للرؤساء الثلاثة ولأعضاء المجلس التأسيسي، وكذلك قدمناه لزملائنا العديد من مكونات المجتمع المدني. رأينا لا يمكن أن نبقى أو أن نتحول كأن جزء من الديكور، أنت قاعد وما فماش حوار مع السلطة العمومية، وتشعر زاد في بعض الأوقات فما نوع من الغياب المهني حتى على مستوى رئاسة الحكومة. مثلا الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاقتصاد هي مؤسسة تعديلية صدرت بقانون بمرسوم، يعني هي مهي جمعية ولا هي منظمة غير حكومية، اللي هي منظمة غير حكومية عندها عمل معروف وعمل نضالي بقانون، والمفروض أن الهيئة هذه بعد ما كملت واقترحت القوانين أنه فورا يتم إنشاء الهيئة السمع البصري الهيكال. يعني أنا أعتقد أن وجودنا يعطل ويعطي ربما غطاء للأطراف اللي حب تتنصل من عملية إصلاح الإعلام. واليوم أنا نشوف حاجة غريبة جدا ولاحظتها في الأسبوعين الأخيرين، يعني نفس الخطاب اللي كان بن علي يروج فيه. يعني أنا نتذكر وقت النقابة الصحفيين محاصرين بالأمن ومحاصرين حتى في ديارنا، وكان وزارة بن علي في الخارج يقولوا لا الإعلام لاباس، وشوفوا نقابة الصحفيين نقابة مستقلة وعندها تقارير نقدية للحكومة. اليوم نفس الخطاب، وزارة الحكومة الحالية يمشوا لبرا يقولوا احنا عندنا قوانين منفتحة المرسوم 115 و116، واحنا عندنا هيئة تعديلية وعندنا حرية الإعلام. يعني وفي الداخل يعني تقتل القوانين هذه، توضع على الرف والمبادرة الإصلاح تقتل. أنا عندي قناعة ثابتة أنه لا نية في الحكومة الحالية اللي هي باش تكون الحكومة القادمة واللي هي عندها نية أنه تبقى إلى الأبد، لا نية لديها في عملية الإصلاح. ما نركزش فقط أن الإصلاح مش ماشي في الإعلام، فعلا وإحنا لاحظنا في الإعلام أن الحكومة الأولويات بتاعها ليست الإصلاح، الأولويات بتاعها هي تتمسك بالتحكم المنظومة الإعلامية، وهذا حسيناه من خلال التعيينات والتسميات ومن خلال عدم التجاوب مع كل المقترحات اللي قدمتها الهيئة والهيئة الأخرى لإصلاح الإعلام. لكن المشكل قاضي كأنه يعدوا معنا في الهيئة نجم تشهد بذلك أن حتى في القضاء الإصلاح ما فماش المنظومة، ليس اليوم ما فماش ليه، ما فماش أجندة، ما فماش أولوية. الإصلاح ليس أولوية بالنسبة للقضاء. أنا نشاطر برشا سيل كيف في الكلام اللي كان يقول فيه، وأنه ما فماش إرادة للتغيير وإنه إرادة للإصلاح بالنسبة لمجالات عديدة، منها الإعلام والقضاء. وممكن أنا صحيح أني موجودة في الهيئة هذه، لكن بلزمش ما نستغلش الفرصة هذه باش نقول أنه الوضع مش ما يختلفش برك هو نفسه. والدليل على أنه حاجة يعني قضاة اللي طالبوا من سنوات ومن بعد الثورة، من أول أيام الأولى للثورة، أنه باش يكون عندهم هيئة مستقلة. يعني تصور أنتم هيئة مستقلة اللي هي تشرف على القضاء. إلى حد اليوم نحن لم يزل لنا إلا بالضبط مزلنا 10 أيام في الخدمة، والهيئة هذه ما زال لم تحدث، وكأن حاجة صعبة ياسر. المشكل هو أنه كما كان يقول فماش إرادة الإصلاح، وما فما إرادة في مواصلة وضع اليد على معناها جهات حيوية كالقضاء أو الإعلام.